طيب في الفقره دي هقول لك شويه مواقف كده، وهتختار في كل موقف هتختار مين من اللعيبه يبقى معاك في الموقف ده. تمام. لو بتنقل من بيت لبيت هتكلم مين يساعدك من اللعيبه؟ حمدي زكي، محمد حمدي زكي. على فكره هو جاوب نفس السؤال تقريبا. والله اصل احنا مع بعض فهو اكيد هيجاوب نفس الاجابه. لو رايح حفله 5 ستارز ولعيب واحد بس اللي هتاخده معاك هيكون مين؟ 5 ستارز؟ لعيب ولا حد ممكن بره؟ لا لا لا، لعيب كوره. لعيب لازم يكون لعيب كوره. لعيب كوره اخد معايا. ممكن يكون بطل بس مثلا ولا لسه بيلعب؟ عادي جدا. امير عبد الحميد عشان بحبه جدا. 5 ستارز. امير عبد الحميد. طيب لو نفس الحفله 5 ستارز وهتروحوا مش معاك بدله، هتاخد من مين بدله؟ شياكه بقى، اناقه وكده، تقول له انا عايز بدله من عندك بس مش مقاسي. لا يعني مش شرط خالص. يعني هنتخيل ان هو ده الستايل اللي انت عايز تاخد منه البدله. انا ممكن اقول حاجه يعني ما اعتقدش، انا في الموضوع ده صعب جدا، انا دقيق جدا في موضوع اللبس ده. دقيق جدا في موضوع اللبس جدا. فصعب ان انا اقول لحد عايز حد. طيب مسافر عشان تغير جو وتفصل، هتاخد مين معاك يغير لك مودك؟ من الكوره برضو؟ من الكوره كلها. لعيبه كوره. في ناس، في مثلا شكري نجيب. ده لا لا لا، واحد بس. خليني اقول بتظلميني انت بالاسئله دي ولا هيزعلوا مني كلهم؟ اصل انت عارفه انا بطلع معاهم. مش هيزعل البرنامج لما بنطلع اي مكان، لما بنطلع مكان نغير جو. انت متخيله ان بيبقى في اسره او اتنين مع بعض؟ احنا بنبقى 15 اسره مع بعض. ايوه بس انا دلوقتي بقول لك ان كيس انت عايز تفصل، مخنوق وعايز تسافر للفصلان، فشخص واحد بس هيكون معاك. وغلاوه شهر رمضان تعدي الجمله دي، هيزعلوا مني كلهم. لا هنقول كتير. شخص كتير يا والله. يا كابتن كفايه دبلوماسيه حرام. هروح مع، انا ما قلتش شكري نجيب، هاخد شكري نجيب. خلاص. لا لا يعني شكري نجيب او شريف اشرف. شكري نجيب او شريف اشرف. طيب عايز تخرج خروجه رومانسيه كده انت ومراتك وهتسيب ولادك في البيت. هتكلم مين يجي يقعد مع ولادك؟ اسيب ولادي، بسيبهم دلوقتي مع بعض يعني. لا هتكلم مين بقى من اللعيبه؟ من اللعيبه معهم. من اللعيبه ممكن مع حمدي، بحبه حمدي جدا. حتى ابن الصغير. فاكر اصلا كابتن حمدي هيقعد معاهم فعلا بالقدر المسؤولية؟ لا ده ممكن اصلا مركب كاميرات، خلي بالك يعني اي حاجه اعملها انا هعرف على طول. اصل هو صعب في الحاجات دي، بيخوفهم. في طريقك لماتش مهم جدا وعربيتك عطلت، هتكلم مين يلحقك؟ اكلم عمرو فتحي. مش هكلم لعيبه كوره يعني، مش كل حاجه اقول حمدي بس. في ناس يعني، في ناس جدعان برضو ممكن. باسم علي. باسم علي ممكن. باسم علي جدع جدا، جدع قوي، راجل قوي. لو كلمته هلاقيه بصراحه. باسم علي من الشخصيات الجميله يعني، اصله يعني ما فيش جدا وقت. جدا يعني لو قلت له باسم انا في ازمه هلاقيه جنبي. طيب ماتش هتختار فيه حد يلعب مكانك نفس مركزك وهتبقى واثق جدا انه هيأدي نفس ادائك واحسن، مين هيكون؟ مين؟ اي لعيب كوره؟ اي محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي. طيب مدير اعمال هيدير كل شغلك، يمسك حساباتك الخاصه ويرد على الناس بدالك، هيكون مين؟ لو في الكوره. في الكوره. في الكوره اعتقد انجح واحد في الحته دي، مع ان انا المفروض انا اللي اشتغل له الشغلانه دي يعني. محمد فضل شاطر قوي في الحته دي، شاطر قوي ومنظم ومرتب ومثقف وبيعرف يتعامل. اهل ثقه يعني. طيب اتحبست في الاسانسير لمده 10 ساعات وحد واحد بس اللي هتكلمه في الموبايل، هيكون مين؟ رامي صاحبي، رامي او وائل، دول اصحابي بره الكوره. لعيبه الكوره. لا هنقول في الكوره. في الكوره. في الكوره 10 ساعات. 10 ساعات كتير قوي. لا لا صعب، صعب. مش هلاقي، مش مجمع حد يقدر ينقذني من الموقف. طب ممكن تعمل ايه لو انت قاعد 10 ساعات؟ انا اتحطيت في موقف بس مش 10 ساعات. اتحطيت في موقف صعب جدا في الاسانسير. وكانت مراتي حامل في التوقيت ده، والاسانسير عطل بينا في النص يعني، كان في مكان كده نطلع منه بس. ولو الكهرباء رجعت ممكن يحصل حاجه. يحصل حاجه. تصرف وحش جدا انك طلعت من الحته دي. طلعت من الحته دي وخرجتها من الحته دي وبعد كده الكهرباء جت، فالموضوع كان صعب جدا يعني. يعني موقف صعب يعني جدا.